الحمد لله رب العالمين طبعا على وصولنا للفاينل. مباراتين كانوا صعبين جدا. الدوري زي ما قلت لك قبل كده وزي ما بنتكلم كتير في عدد الفرق المتقاربه في المستوى كتير. احنا الدوري بتاعنا 8 فرق قريبين جدا في المستوى، ما حدش يعرف مين هيكسب مين. احنا سبورتنج الجيم الماتشين يعني زي شبه بعض تقريبا، سكور ليد، هم ليد احنا ليد لحد ما بيخلص في اخر كوارتر. الحمد لله احنا قدرنا في الجيم الثاني، كنا التركيز كان اعلى من الماتش الاولاني، قدرنا نخلص في الجيم في اخر 4 دقائق. والجيم صعب، انا بمشي كل الجيمات على وتيره واحده، ما بديش حاجه، كل الماتشات عندي ليها اهميه خاصه طالما الفرقه في حاله فنيه او بدنيه عاليه. انا ما بحبش حتى ابين ده في التمرين، ان الموضوع يبقى فيه الاهميه اكبر من اللازم. ساعات لعيب بيتشت، احنا بنتعامل ان الفريق الاتحاد او اي فرقه بنلعبها فريق محترم، اديله اهميته في التمرين. لان احنا طبعا عندنا احنا او المدربين الفرق الاخرى، اكيد انت عندك الداتا بتاعت نادي الاتحاد، بتقعد اللعيب لعيب بتفسر اللعيب انت هتمسكه ازاي، مميزاته، شغل الجماعي بتاعهم بيعملوه ازاي، التو مانز ليه بيلعبوه ازاي. احنا بتقعد تمرن على الكلام ده جوه الجيم، بيبقى على حسب تركيز اللاعب انت موفق ولا. يعني احنا الجيم التاني مثلا في ماتش سبورتنج الحمد لله رب العالمين في الكوارتر الثالث والرابع احنا عاملين جود ديفنس، فانت اكنك حافظ هو بيعمل ايه، فانت بتدافع عليه كويس. احنا الاتحاد زيه زي اي فرقه بنلعبه الجيم عادي جدا. نتمنى يبقى التركيز بتاع الفرقه دي زي فرقه الاهلي بتاعتنا زي الثالث والرابع في ماتش سبورتنج. ده دورنا احنا كمدربين، تشرح للعيب كل مميزات وعيوب كل الفريق المنافس اللي هتلعبه. التوفيق ده بتاع ربنا. الحمد لله على صعودنا النهائي بدور الثلث المرتبط. ان شاء الله الفتره دي احنا خطوة كده بنتمرن ان احنا ندرس فرقة الاتحاد، فرقة كبيرة، ماتش مش سهل، مباراة تليق بفاينل يعني. وان شاء الله مع الكوتش مع كابتن طارق كده نحط الخطة المناسبة ان احنا نحرز اللقب ان شاء الله. احنا بناخد بطولة مرتبطة عاملة زي الكاس، يمكن كل دور كأنه كاس، انت بتكسب تصعد للدور اللي بعده. يمكن مباراة الفاينل بتختلف عن مباراة اللي فات، لها تحضير اكتر شوية ان شاء الله مع كابتن هو اللي بيشوف المناسب للفرقة وبيحط الخطة المناسبة يعني ان شاء الله. والحمد لله على مكسب نادي سبورتنج، كان ماتش صعب جدا، كان حصلنا سوء توفيق في الماتش الاولاني وخسرنا فيه، بس الحمد لله قدرنا نعديه. ودلوقتي احنا مركزين جدا في ماتش الاتحاد، يعني عندنا ماتشين ببطوله ان شاء الله، عندنا ثلاث او اربع بطولات السنه دي ان شاء الله، مش عايزين نفوت على حاجه فيهم، وان شاء الله نعمل اللي علينا وزياده عشان نكسب البطوله باذن الله. والله كابتن طارق يعني خلاص يعني كله دلوقتي بيتكلم على نبتدي يعني نتكلم على تكتيك نادي الاتحاد، ازاي هنقدر ندافع عليهم، ازاي الخطط بتاعتهم هنقدر نوقفها، ايه المميزات بتاعتهم، ايه اللي احنا نقدر نلعب عليهم فيه، كلها يعني شغل التكتيك دلوقتي يعني. والله طبعا الجمهور طبعا بالنسبه لنا هو يعني هو رقم واحد، هو الدعم لينا، اقول لهم ان احنا ان شاء الله يعني هنبذل اقصى مجهود نقدر نعمله ان احنا نكسب البطوله، وان شاء الله باذن الله البطوله اهلاويه باذن الله. الحمد لله رب العالمين على الماتش اللي فات، كان مهم جدا ان احنا نعدي. الاول كانت بطوله صعبه، الدور الثمانيه كان معانا الزمالك، كان نهائي مبكر، كان انت يبقى معاك الزمالك ايا كان الحسابات ايا كان مستوى الفرقه، ده ماتش قمه ان انت تكسب اهلي وزمالك. بعد كده ربنا يعني كرمنا، عدينا الحمد لله ماتش الزمالك، لعبنا ماتشين سبورتنج كان ماتشين صعبين، المرتبط الحمد لله قدر يساعدنا، واحنا برده كان الماتش الاولاني كان فيه عدم توفيق، قدرنا ان احنا نصالح الجمهور تاني يوم على طول بعد ما لعبنا تقريبا 6 اشواط، يعني بعد 2 اكسترا تايم اللي احنا نكسب ونكسب فرق 10 بونت ونكسب، ندي درس، ندي رساله لكل الفرق. الاهلي السنه دي واقف على رجله زي السنه اللي فاتت. بقول للجمهور ان احنا وعد كل احنا كلنا على قلب راجل واحد، احنا كلنا في ظهركم، احنا كلنا في الاخر والاول ولاد النادي، كلنا اتربينا في النادي، حتى الناس اللي جايه من بره عارفه معنا، جمهور النادي الاهلي عارفه ان هم ورانا، في دعم كبير ليهم جدا، حتى ما بيكون في اخفاق او اي حاجه بيكون في برضو هم بيكونوا في ظهرنا ويكون في سبورت. ان شاء الله نوعدهم ان احنا باذن الله باذن الله باذن الله نكسب دوري مرتبط، احنا عارفين اهميه البطوله دي لينا كلنا، ودي ان شاء الله تبقى فتحه خير على الموسم ان شاء الله، احنا كسبانين دوري مرتبط.